قبل ما نزور بيت المهندسة ياسمين ورداني لازم هنشوف تصميماتها للصيف 2024 واللي عرضتها في معرض لو مارشي للأساس، وركز جدا على تصميمات البوهو. تعالوا نتفرج. احنا هنا في اختبار صعب طبعا، ده معرض لو مارشي، اكبر معرض الاساس في مصر، وحضرتك مقدمه كوليكشن اكتر من رائع، دمجه ما بين اكتر من طراز، منها اسلامي، منها البوهو، منها الحديث. انت ابدعتي بجد، ابدعتي. شكرا. اشرحي لنا كده بقى الجديد عند ياسمين ورداني. عاملين كوليكشن سمر كوليكشن، عشان كده مسمينها حتى وايت كوليكشن، ان كل حاجه ابيض في بيج اللي هو زي البوهو ستايل، بس مش بوهو فقط، لا فيها برضه طابع الاسلامي شويه، فهو مناسب قوي لبيوت الساحل وجونة. بس برضه لقينا بالذات في المارشي لقينا شباب ناس لسه بيتجوزوا وبيحبوا قوي قوي الستايل ده دلوقتي في بيوتهم، فالالوان الفاتحه دي بتفتح ومفرحه كده، بيتناسب مع المساحات الصغيره، صح كده؟ بيتناسب كمان مع المساحات الصغيره، دايما الالوان الفاتحه بتوسع قوي. ازاي ادمج او ايه المحاذير اللي ممكن من خلالها اقدم منتج في دمج ما بين طراز اسلامي وبوهو وفرعوني وما يأذنيش، يعني احس ان انا مرتاح وانا بتفرج عليه؟ انت عامله ده وصلت له ازاي؟ لازم يبقى الموتيف او الحاجه اللي بنستخدمها من التراث الاسلامي لازم يبقى بسيط، لازم نبسطه، يعني لازم ناخد منه حته ونحطه، ممكن نحطه حتى في معبد، بس نحطه في ديتيلا، يعني هنا في السجين مثلا احنا حطينا طبعا ظهر السجين كله، بس عشان هو بقى فاتح فبرضه بقى مختلف واخف من زي مثلا المشربيات القديمه وكده. مستخدمين السنة دي خامات جديدة؟ أخشاب كده ولا نفس اللي احنا متعودين عليه ومطمنين ليه؟ لا احنا بنستخدم المغادي بالذات خشب الموسكي، هي الموسكي مستو ان هو والله جميل جدا. انا عارفه الموسكي فعلا خشب جميل، ان هو مسامه هو خشب ناعم، فهو بنعرف نشكله وبنبين جمال العروق اللي فيه، وكمان بيبقى حلو قوي في التلوين، يعني بنعرف نحط له بقى باتينا الوان فاتحه الوان غامقه بنحييه، يعني هو لوحده بيبقى تكلم في جاسمين ورداني مش ياسمين. لا يخليك، لا برضو الناس اللي معايا ناس بصراحة حرفيين هما كويسين قوي وبقالي كتير قوي بشتغل معاهم، فإحنا فاهمين بعض، بنقعد فعلا مع بعض وأنا بلون معاهم فعلا أول حاجة وبصنفر، فالحمد لله بنعرف نطلع شغل، يعني النتيجة بتبقى في الآخر بنطلعها الحمد لله كويس. تاني حلول بنحب برضو الحاجة تبقى very practical، فعندنا عملية جدا. دايما عندي وحدات كابينتس مالتي فانكشن، يعني تبقى للشاي أو للقهوة، استخدامات للضيوف متعددة، وبحب يبقى دايما فيها يعني الأساس لازم يبقى فيه فانكشن كويس، يعني لازم الاستخدام ما نعملش حاجة بشكلها حلو، لا لازم الاستخدام بتاعها يبقى مفيد.